بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية بعنوان ست شامية. وهناك تغريدات في التويتر ونحن ما زلنا نتكلم عن موضوع الغلاف. سنجد تغريدات في التويتر باللغة الإنجليزية هي هاشتاغ HO2City وهاشتاغ SmartCity وهاشتاغ MCHCity. التغريدات التي تخص HO2 أي مدينة HO2. نحن نعرف أن الماء H2O، لكن معنى HO2 هنا الـ H يعني have، والـ O2 والـ O أكسجين، وكلمة city مدينة. إذن مدينة الأكسجين. نعود إلى H2O الماء. لكن HO2 هو الأكسجين أو الماء الأكثر أكسجين. فالماء يحتوي على الأكسجين فقط عندما يكون الأكسجين يذوب في الماء، يعني مركب الماء ليس به أكسجين، لأن ذرة الأكسجين O2، فH2O يعني ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. ذرة أكسجين نشطة، فلو بقي الماء يعني زي التحلية من البحار فهو ماء لا يوجد به أكسجين. أما الماء الذي به أكسجين هو الماء الطبيعي، ماء الأمطار، وهذا الأغنى بالأكسجين، يعني ماء البحيرات أو السدود. بعد الأنهار، لأنه النهر يمشي الأكسجين يذوب في الماء، وطبعا الآبار برضك فيها أكسجين. الدليل إنه تحلية مياه البحر ما هي جديدة، يعني سهلة جدا تبخير الماء وتكثيفه، وكل الكحول وهذا ناتج من كده، من التبخير والتكثيف لل يعني المواد اللي فيها كحول زي البرتقال وكذا. فهذه تقنية غير يعني قديمة جدا، إني أنا أطلع ماء من بخار الماء وأكثفه. فلو كان هذا الماء نافع للبشرية كان يعني الناس ما احتاجوا لأراضي فيها ماء، وكان الناس سكنت حول الأنهار مثلا. وبالنسبة للمدن، أفضل المدن اللي بعيدة عن المياه، يعني بعيدة، يعني بعيدة بمعنى أفضل المدن صحيا ما تنتشر فيها الأوبئة، مثلا مدن في الجبال، يعني الرطوبة تكون
قريب من 50%، مثل رطوبة هواء التكييف، يعني 50%، 55، 60. بعد كده يصير الجو والرطوبة دي العالية، نسبة الرطوبة مسببة للأمراض. في الهاشتاج، طبعا تكتب بالإنجليزي، حيكون يعني كتابة تخص HO2 City، بمعنى يعني بالملخص HO2 City هي المدن التي تعيش على الطبيعة، بالنسبة يعني أهلها يشربوا ماء طبيعي. طبعا الآن المدينة ما هي موجودة، لأن أصبحت المدن تشرب حتى اللي على النيل وعلى كذا، على الأنهار. طبعا النيل أطول نهر في العالم وأكثر نهر فيه كمية مياه، من بحيرة فيكتوريا. هذا السبب، أو الناس اللي يشربوا من الأكسجين يكونوا صحتهم عالية جدا. طبعا الناس عند البحار يعني حتى لو شربوا ماء، ما في ماء في الأرض، في الآبار عند البحار كله مالح، فالناس ما تسكن عند البحار إلا قليل. يعني مكة بعيدة عن البحر، المدينة المنورة بعيدة عن البحر. طبعا نتكلم مكة والمدينة المنورة، هذه أول مدينتين للحضارة اللي نحن عايشين فيها. الحضارة اللي نحن عايشين فيها الآن هي امتداد للحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية هي آخر حضارة، فكل الحضارة الموجودة الآن عاصمتها المدينة المنورة وليس مكة. فلذلك هذا HO2 City اللي هي الدعوة إلى الرجوع إلى الطبيعة. طبعا الكهرباء والماء في المدن الآن جميعا، حتى القرى، والله يكرمكم، الماء في مجاري في المدن، فكل الأنظمة دي تضر البيئة. ففي المدينة هذه يعني مدينة طبيعية، يعني قبل 1000 سنة كان الناس، المدن، البيوت مهما كبرت المدينة، حتى في أوروبا وفي كذا، فكان المجاري، مخلفات الإنسان والحمامات وكذا، كانت خارج البيوت وخارج المبنى اللي يجلس فيه الإنسان، لأنه الأوبئة بتطلع. هي كيف تنزل لهذا؟ فتحة، يعني سيفون هذا الماء شيء بسيط، يعني حتى جرة السيفون بيطلع الأشياء، الأوبئة اللي تعيش في المجاري. سمارت هي اختصار من ساينس ومات وآرت وريدينج تكنولوجي. MCH هي اختصار من منتور كارير، و هابي او هوبي، اقصد هوبي يعني هواي. اكتفي بهذا القدر، وسيترجم ترجمة فورية ويكتب، الترجمة تكتب باللغة الإنجليزية وأيضا تكون موجودة كترجمة.